توفي رئيس المحكمة الدستورية السابق المستشار سعيد مرعي عن عمر يناهز 68 عاما إثر تدهور حالته الصحية بعد صراع مع المرض. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بإحالة المستشار سعيد مرعي للمعاش نظرا لظروفه الصحية، وتعيين المستشار بوليس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية اعتبارا من 9 فبراير الجاري. وزير العدل ينعى المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية السابق، وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن الفقيد كان رمزا وقيمة قضائية كبيرة ومخلصا في أداء رسالته، وكان مثالا يحتذى به خلال مسيرته القضائية الكبيرة.